قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بمطار القاهرة، وذلك عقب قيام جلالته بزيارة رسمية لمصر استمرت 3 أيام، وشهدت مباحثات موسعة مع شقيقه السيد الرئيس تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعكس الطابع الأخوي والاستراتيجي للعلاقات الشعبية والرسمية.